هذا التكريم له طعم خاص. مع أننا كتير ما تقابلناش فانبسطت أن أنا شفتها. ماذا جمع ماجي بغصن وأحمد زاهر في بغداد؟ سألت شو اسمه الحلو اللي أكلني؟ سمينه عاشق مجنون، سمينه واحد مغرم، ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم. أهلا وسهلا بإيتي بالعربي وشكرا لوجودكم ويانا. يعني احنا حقيقة نشكركم لتواجدكم في بغداد. أكيد أنا كلش أحبك ونورتينا اليوم. قلتها سابقا وراح أعيدها، أنا أتفائل بإيتي العربي. فإيتي بالعربي كان متواجد الأسبوع الماضي بنادي اليرموك في بغداد احتفالا بالدورة السادسة لمهرجان الهلال الذهبي واللي حملت اسم جواد الشكرجي تكريما لمسيرته الفنية الطويلة. ليش تم هيك انتقاؤه؟ جواد الشكرجي هو مسيرة فن تمتد لخمسون عاما، سينما دراما مسرح، حاصل على جوائز عربية منذ 30 و40 عام، ضوينا على نجم عراقي عربي. اليوم شو بيعني لك أنك تكون مكرم والدورة باسم حضرتك؟ هذا التكريم له طعم خاص وحلاوة رائعة. هذا التكريم يحمل دورة تحمل اسمي، وهذا يعني شيء كبير بالنسبة إلي. مشكورة هيئة مهرجان الهلال الذهبي متمثلة بالأخ حيدر النعيمي، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية. والفرحة ما كانت ساعة عائلته. أكيد سعيدة كثير، لأن أنا أعتبر جواد يعني مدرسة، هو أستاذي أنا أعتبره، هو حقيقة يستحق. أكيد أنا جدا سعيدة لأنه بابا تاريخ حافل بالسينما والتلفزيون والمسرح، هذا فخر إلي صراحة. ومثل العادة هالمهرجان مخصص لتكريم الفنانين عن أعمالهم الدرامية بعد كل موسم رمضاني، وأبرزهم كان النجوم العرب ماجي بغصن وأحمد زاهر عن مسلسلهما عأمل ونعمة الأفوكاتو. دي الزيارة الأولى لبغداد وللعراق بشكل عام يعني، فأنا مبسوط جدا إن أنا جيت العراق لأول مرة، ومبسوط بقبل الناس وبالحفاوة، شيء عظيم يعني. بمين التقيت لك زمان ما التقيت فيهم؟ لسه شايف ماجي بغصن، بقالنا كتير ما تقابلناش فانبسطت ان انا شفتها. العراق ارض الفن، ارض الثقافة، نورت بغداد. مرسي، منورة بوجودك يا حبيبي. هاي اول زيارة لك لبغداد، خبرينا عن هيدي التجربة. كتير حلوة يعني، انا في تواصل مع الجمهور العراقي عبر السوشيال ميديا، بس غير ما تشوفي لايف ومحبتهم وكيف حافظين تفاصيلك بالمسلسلات وكيف بعيطولك وبيحكولك عن مشاهد ورقم الحلقة، هيدا الشيء بصراحة نعمة الحمد لله. شفناك من امبارح بالعراق، شو دقتي أي أكلة هيك عراقية؟ دقت دولما ودقت شو اسمه الحلو اللي أكلناه؟ جيمر. ايه جيمر، قلت لهم بنصح بس معلش لازم اكل، اكلت جيمر. ايه اكل طيب كثير. فماكي اختارت لون الفستان على لون الجائزة، مثلها مثل جمانة كريم اللي فازت بلقب افضل ممثلة عن دورها بمسلسل العائلة اكس. شو بتعني لك اليوم الجائزة ببغداد؟ احلى شيء بالدنيا لما انت تتعب من كل قلبك وتجتهد وتنجح يعني بآراء الجمهور وبشهادة اللجنة وكل الناس، فأكيد تعني لي، وبنفس الوقت هي مسؤولية صراحة، مسؤولية تخوف، مسؤولية مرعبة. يا إما تبقى بالمستوى اللي أنت بيه أو تقدم الأفضل. ولون الأزرق كمان كان خيار هيفاء حسوني اللي حضرت هذا اليوم مع زوجها بكر خالد اللي ربح جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل عسل مسموم. أنت جنك كهوة أمي. خبرونا عن تحضيراتكم للريد كاربت. والله أنا هيفاء هي اللي جهزتني، يعني ما لي علاقة بالموضوع كليته. لوك يعني من زوجك؟ أي من المصمم اللبناني شارل، هو اجى من بيروت الاربيل من قبل تقريبا اسبوعين، والبارحه يلا كمل اللوك ووصل من بيروت، وانا كمان الفستان ماتي من نفس المصمم، صار لي تقريبا اسبوعين نحضر بيها. يا ساعه قعدت اليوم احضر نفسي بالتسعة الصبح. واو، من 9 الصبح للستة، لا جيتي 7 تخيلي. انا بلشت البس 7 ل10. وجائزه افضل ممثل شاب كانت من نصيب حسين حافظ اللي حضوره على الريد كاربت هذا اليوم كان له طعم خاص. دايما كمان وجود الوالد حلو على ريد كاربت معك، كمان الوالد ممثل ومنعرفه، واليوم في عنصر جديد. علي ابن اخويا كرار ممثل، اول تجربه له، اشتغل في مسلسل خان الذهب على ام بي سي عراق، فشكل حضور حلو، فقلنا خلي خلص هو حاب يدخل لهذا المجال فيلا. شو علاوي ياخذ ستايل جده؟ خلاص نفس علاوي ممثل خطر، يعني اكتشف جوليان معلوف، ايوه، فقال هذا ممكن ان يكون واحد من اهم الاطفال في عالم الدراما. يعني نيالنا جده وعمه عائله فنيه. زرت تقييم على منو احلى اطلاله؟ ها؟ منو احلى اطلاله؟ اطلاله ولا علي ولا حسين؟ الاب ولا الابن ولا حبيب؟
الحفيد الحفيد. ونفس الجائزة عن فئة البنات فازت فيها مريم غريبة اللي حضرت هذا اليوم مع أخوها. أنت شايفة الهلال كل سنة عم بتطور أكثر وأكثر. هذه الدورة مميزة من كل النواحي، حتى من ناحية النجوم العرب المستضيفين، من ناحية نجوم العراقيين. هاي السنة عندنا 22 عمل عراقي ووجوه شبابية جديدة. أما صبا إبراهيم فعن العمل نفسه فازت بجائزة أفضل ممثلة دور ثاني. اليوم فرحة كبيرة كلش، وأني شخصيا لأنه شخصية أنصاف حبتها ونقلتني نقلة نوعية أمام الوسط الفني والجمهور من حيث الأداء، أنصاف أخذت الجائزة، مو كوني صبا، يعني فرحانة للكاركتر. وردت فعل ماريانا مايكل كانت إكسبشنال بعد فوزها بلقب أفضل ممثلة واعدة. يوم بتحسي هيك الجيل الجديد عم بيلاقي دعم كتير حلو، أكيد هذا الشيء كل شيء فرحنا ويشجعنا إحنا كجيل جديد حتى نقدم شيء أفضل وأحلى وأحسن يا رب. وبعد فوزه من السنة الماضية هالسنة ربح إحسان دعدوش عن جديد جائزة أفضل كوميدي، وعلي فاضل جائزة أفضل مؤلف وأفضل مخرج. الحمد لله والشكر، السنة الماضية حصلت بها جائزة أفضل ممثل كوميدي، واليوم وجودي هنا إنه أتواجد مع فنانين والاحتفاء بمنجزهم الفني. السنة الماضية كان عندك حصة الأسد بهذا المهرجان 8 جوائز، هالسنة شو تتوقع؟ والله السنة المنافسة أصعب هواية، لأنه السنة الأعمال أكثر، النجاحات العام الماضي أكثر من عمل، خلقت منافسة كل كبيرة بس نحن لها. كما وحرصت لجنة الهلال الذهبي على تكريم حسن حسني ممثلا ومخرجا لعمل روح تشجيعا للأعمال الدرامية. مو مهرجان وإنما عرس بصراحة، أو كرنفال إحنا نقدر نسبي، وهذه أول دعوة إلي بعد تجربة 50 سنة في الدراما العراقية كإخراج، وأنا سعيد رح أشوف أصدقائي وأشوفكم أيضا. نتمنى لهذا الكرنفال النجاح وللدراما العراقية بالذات. وتكريم محمود التركي عن أغنيته عاشق مجنون بعد ما احتلت المرتبة 10 عالميا. حلو بالموضوع أن تتكرم ببلدك، وهذا الشيء صراحة يعني للكثير، وفرحة ما تنوصف أبد. سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم.